وبكلامنا بقى نروح لحدث الساعه يعني في مصر ولكن كمان على مستوى العالم، لان ده حدث عالمي. نصف نهائي كاس العالم للانديه اللي طرفوا اكبر نادي في العالم نادي ريال مدريد، والطرف الثاني نادي القرن في افريقيا النادي الاهلي. المباراة المنتظرة والمرتقبة تقدروا أكيد تكونوا بتتابعوها على قناة تايم سبورتس البث الأرضي، وإن شاء الله نكون بنستمتع بها مع حضراتكم. حدث عظيم جدا بيحظى بمتابعة إعلامية كبيرة، وهنقول لحضراتكم دلوقتي ردود الأفعال عامة عاملة إزاي على مباراة الليلة ما بين الأهلي وريال مدريد، وإزاي التفاعل الجماهيري سواء من محبي وعشاق ريال مدريد في كل مكان في العالم مع المباراة. كلامهم الإيجابي جدا عن النادي الأهلي، واللي بيعكس مدى أهمية المباراة ومدى كمان أهمية وقيمة النادي الأهلي الكبيرة في المنطقة العربية واللي وصلت بدون شك كمان للعالمية. نروح لصحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار على سبيل المثال، كتبت عنوان مميز جدا وقالت بينتظر ريال مدريد 11 محارب مصري لجعل نصف النهائي مستحيل أمام الفريق الملكي. صحيفة ماركا الإسبانية اللي احنا طول الوقت زمان بنشوف فيها أهم الأحداث العالمية وإزاي بتتناولها وأهم اللاعبين اللي بيتم ذكر أساميهم، أعتقد الليلة هو جه الوقت لكل لاعب هيتم اختياره إن هو يحس بقيمة الحدث وقد ايه هو محظوظ، ونادي الأهلي بيعطيه فرصة من ذهب ممكن ما تكونش بتتكرر كل يوم أكيد يعني، أو احنا عارفين إن هي مش هتكون متكررة بشكل طبيعي، ولكن ان انت تكون عندك الفرصة للمشاركة في المباراة دي وليه لا، ما تتألقش، اكيد ممكن تتألق فتشوف اسمك ممكن بيذكر في هذه الصحف وتكون بتعمل تسويق لنفسك من اوسع الابواب تنقلك نقلة تانية بشكل كبير جدا. فالنادي الاهلي هو اللي بيذكر اسمه حتى الان في الصحف العالمية، ولكن مع انتهاء المباراة ومع ظهور اي لاعب بشكل مميز هتكون الفرصة ليه هو شخصيا انه يصنع المجد والتاريخ طبعا تحت المظلة الكبرى وهي مظلة النادي الاهلي، ولكن اعتقد هي فرصة للكل. خلونا برضو نقول ان قد ايه السمعة والسيرة العظيمة اللي فرضها النادي الاهلي في مصر وافريقيا وامتدت كمان لاوروبا بتخلي وسيلة اعلامية كبيرة جدا زي ماركة تكتب عنوان عريض زي ده، ودي حاجة عظيمة زي ما بقول لكم. وكمان صحيفة الموندو ديبورتيفو الشهيرة جدا في اسبانيا قالت احذروا ملك افريقيا، واتكلمت عن نجاحات النادي الاهلي بشكل مفصل بقى، يعني قالت ازاي الفريق واحد من انجح فرق العالم سواء على المستوى المحلي في بلده أو المستوى القاري كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا من البطولات القارية، وكمان على المستوى العالمي نجاحه الكبير في التأهل لكأس العالم للأندية 8 مرات وده رقم قياسي، ونجاحه في الوصول للدور نصف النهائي 5 مرات. أكتر من صحيفة ووسيلة إعلامية اتكلمت كمان عن النادي الأهلي ومباراته مع ريال مدريد، واللي أكيد نتيجتها يعني أيا كان هتكون إيه أصدقها في صالح النادي الأهلي، واللي هيكون برضو موجود في اليوم الختامي يوم السبت اللي جاي. فخلونا نقرب برضو أكتر من المشهد ونشوف كلام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد في المؤتمر الصحفي امبارح كان عامل إزاي عن النادي الأهلي، واللي كان ليه تصريحات محترمة جدا قال فيها أن النادي الأهلي فريق ليه تاريخ كبير ومن بين الأهم في العالم. قال كمان أن هم عندهم خبرة في المنافسات اللي زي دي واللعيبة بيملكون مهارة وسرعة، واتكلم عن المباراة وقال هتكون مباراة متكافئة وتنافسية وبنحترم النادي الأهلي جدا، فقد حقق الكثير في كرة القدم الإفريقية ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وهتكون مباراة ممتعة لأن ريال مدريد هو كمان عنده الكثير من المشجعين في المغرب، وكلا الفريقين سيحاول التأهل للنهائي. ولما مدرب كبير بحجم أنشيلوتي ليه باع طويل في عالم التدريب، درب أندية كبيرة وحقق معها ألقاب عظيمة سواء ميلان البي اس جي تشيلسي وريال مدريد، طبعا دلوقتي تقريبا كسب معاهم كلهم بطولات الدوري وحقق دوري الأبطال مع ميلان وريال مدريد، يعني اسم عظيم جدا في عالم التدريب. يتكلم بالشكل الإيجابي ده عن النادي الأهلي، لازم نكون فخورين جدا باللي واصل له فريق مصري عربي إفريقي وبيقدم عظمة في دولة المغرب، وصل للنادي الأهلي إن هو يكون موجود في المكانة دي، فهو فخر لينا كلنا بكل تأكيد. أتمنى إن الناس تكون فاهمة إن الانتماءات المحلية ده شيء، ولكن في الأحداث العظيمة لو وصلنا إن احنا نفصل ما بين انتماءاتنا الشخصية وإن احنا نكون مقدرين إن في إنجاز هيكون بتوصف إن هو مصري،
فده مفروض يحطنا في حتة تانية خالص منتلي في طريقة التشجيع والإحساس بالمسؤولية تجاه ان احنا نكون فرحانين. دي اعتقد هتكون بمثابة طفرة كبيرة جدا بتقتل تعصب للأسف موجود دلوقتي ما بين الجماهير وبعضها. فاحنا لازم كلنا نكون عندنا هذا الفخر والسعادة ان كارلو أنشيلوتي اللي احنا بنشوف تصريحاته ومؤتمراته الصحفية بيتكلم عن شوف بقى فرق اسمها ايه في اوروبا ومدربين ازاي كبار، هو دلوقتي بيتكلم عن فريق مصري، فريق مصري موجود عندنا، فريق عظيم قادر يقدم نتائج ايجابية. فعايزين نقول ان ريال مدريد في مشاركته في كاس العالم للاندية هو ليه طبعا تاريخ كبير جدا من عدد المشاركات مع الأندية العربية 4 مرات. الأولى كانت في سنة 2000 وفاز على النصر السعودي ب3 أهداف مقابل هدف، وفي نفس النسخة كمان فاز على الرجاء المغربي ب3 أهداف مقابل هدفين، وكانت وقتها البطولة مجموعتين فكل مجموعة فيها 4 فرق. برضه في نسخة 2017 لعب مع الجزيرة الإماراتي وفاز 2-1، ووقتها عمل الجزيرة مباراة كبيرة جدا. وفي نسخة 2018 لعب مع العين الإماراتي وفاز ب4 أهداف مقابل هدف وحيد في المشاركة اللي كان فيها حسين الشحات واللي وارد يكون موجود النهاردة ويصبح بين اللعيبة اللي بتدخل التاريخ مرة تانية في بوابة هذه النسخة من كأس العالم للأندية بعد ما أصبح رابع لاعب يكون بيسجل في 3 نسخ في كأس العالم للأندية مختلفة في قائمة متواجد فيها كريستيانو رونالدو وميسي وجاريث بيل. دلوقتي هو بيكون بيتواجه أمام العملاق الفريق التاريخي ريال مدريد مرتين، وإن شاء الله يكون ليه ظهور النهاردة لأنه هو فايق الصراحة وهيكون مكسب. لعيبة كتيرة جدا فايقة في الوقت ده، ودي اعتقد يعني حاجه بيستفيد منها جدا مستر مارسيل كولر ان انت يكون عندك اكتر من لاعب فايق وجاهز وعنده احساس ان هو عايز يشيل مسؤوليه كبيره بالحجم ده، والروح اللي بتجمع ما بين كل اللعيبه وبعضهم سواء اللعيبه اللي بتشارك او كمان اللعيبه اللي على الدكه وحتى اللعيبه اللي خرجت بره القايمه، لا هي حاجه تتدرس يعني. خلاص اصبح الكل ملتف حوالين الانجاز اللي النادي الاهلي بيسعى لتحقيقه وان شاء الله يكون قادر عليه.